السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في قناة عائلة عساف. حياكم الله، لا تنسوا اللايك. استقر بالي الحين. أحلى طبقي. أحلى شو؟ طبقي. طبقي أحلى طبخة. وش عندنا يا عساف؟ عندنا رايحين للشفيري ونبي نسوي خبزة، نبي نسوي جمرية. الحين نبي نعلم يا ابن حلا، خلينا حسين. شوف يا ابن حلا، ما حد طلبك تحاتي، ما حد طلبك تحاتي. لا لا اسمع، تجاهل. ها فهمته؟ اسمع، عندنا الحين ايش تبين يا ابن حلا؟ تكعب حنا نبي نسوي الحين خبزة الجمرية. تابعوا إلى آخر المقطع وشوفوا كيف المقادير وشوفوا كيف الشغل، تضبط ولا ما تضبط. هذه قهوتنا فاحت، يلا نبدأ. المقادير اللي هو الطحين، سواء كان أبيض أو بر. تمام تمام. مقابل كل كوبين طحين كوب ماء، بالضبط يعني نفس مقدار الكبسة. كوبين رز كوب ماء، كوبين طحين كوب ماء. طيب احنا ما عندنا اكواب، شو نسوي؟ ناخذ كذا بالعيار، كذا براحة يدي نجرب، وكوب مقدار كوب ومقدار كوبين، وبعدين هذا هو كوب الماء. اقول احنا سحبنا عليك، بس توكل على الله، توكل على الله، توكل على الله. هذا الحين حطينا الطحين تقريبا مقدار كوبين، ونصب الماء، نحرك. شكلها خرافية، ما هي سالفة يا العسفي، ما هي سالفة، ما هو حد شيء نقال. شوف شوف شوف، تاكله كذا ما يمدي. ها ما يمدي، شكله كذا رخوة. خلينا نزود. طيب لازم تعجن 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 لين تتماسك مرة واحدة، وتغدي لك خوش. انت شبيد، روح يلا. ما بشي، بس اشوف. لا تشوف، روح، احنا نسحبنا عليك. شوف يا العسفي. ايوه. ها، هذه هي خبزتنا زي ما تشوف، متماسكه. شو نسوي؟ شو نسوي؟ نسوي طال عمرك نذر شوي هنا. شوي لو سمحت، لو سمحت، لو سمحت، اركض. خلاص روح. اركض 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 شوي. لا لا لا، احنا نعرف، احنا نعرف، امورنا طيبة. لا 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 لا، يعرفون يعرفون متابعين. ريح ملائكتك، ريح ملائكتك. نذر ملح شوي. وش الهدف؟ الهدف عشان ما تمسك بالصحن، فهمت كيف الفكرة؟ طيب هذه هي، قرب قرب، عطنا زوم عطنا زوم عطنا زوم. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. ايوه هذه خبزتنا، هذه خبزتنا. خلاص هذه هي عساف، تشوف شكله على شكل ايش؟ قلب، على شكل قلب. ونذر عليه شويه الطحين علشان تتماسك، لان كانت رخوه قبل شوي، خلي علشان تتماسك. تمام. شوف كيف، ما شاء الله تبارك الله، نجحت والله يبا. لا لسه ما شفتش حاجة، ها لسه ما شفتش حاجة. انت ايش تبي يا اخي؟ خلاص روح. ناصب شوف، صور يا عساف. اي صور. شوف هذه يسمونه، هذه يسمونها الملة. ايه. اللي هي وشي اللي تحت النار. ايه. تحت النار مباشرة، هذه يسمونها الملة. لما تزبط الملة وحرقنا فرشة. ايوه اقلب 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 يا عساف، اقلبه مظبوط. نرجع لخبزتنا. تمام، بعد ما تحرق الفرشة تجي ترجع للخبزة. تمام. بسم الله بسم الله. طيب دامه رخوة هاللون، نحط عليه جمر اول، نحط عليه جمر عشان ما تخرب، عشان تنتفخ. لا عشان تيبس شوي. ايه بسم الله. وهذه خبزتنا على المله.
والحين ندفنه. القلب هذا ما ندري عاد وش وضعه، لكن ان شاء الله نوضعه طيب ان شاء الله. الحين ندفنه ونطلعه ونشوف طعمه. الف زين. ناخذ الجمر اول. علشان تيبس. اليوم بيجيك فطور على كيف كيفك. ايوه على كيف كيفك. بعدين ندفنه. بعدين وشو؟ ندفنه. سلام سلم. ما اعتراف شلون؟ لازم ما اعتراف. هو سوى مع التراب صح؟ شال التراب والنار. ايه هلا بس هالحين شلون ندفع؟ دفنا خلاص يا بزه. ندفع احنا. اها شوف شوف القلب يا عسي. والله ما راح. قلب عي يطير عشور قلب العنا وايش اسوي به؟ نوخر الحطام. ايه بين شوي شوي مدارية لانه اسحب بابي يا ابن حلال خلنا سوالف يا اخي. يلا ايش ابي هذا؟ والله ما ادري انا. والله يا اخي مشكلة هذا. اعطوه قطته خليه يروح. بيلهم درايم 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 درايم. اوف اوف اوف. يا عمري بينا نقلبها الحين. يا الله وهذا حنا نطلع الخبزة وإن شاء الله إن نقول إن أموره طيبة إن شاء الله إن شاء الله ما ندري. إيش رأيك بزاع؟ يا رب أموره طيبة إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. أبيض طلعت أبيض. والله عاد أنا ذابح الجوع يبا. وشو؟ ذابح الجوع. خس الجوع يا العز في خس الجوع. كفن. طيب اها ايوه هذا اول خير كسبنا. ما يخاف ما يخاف اسمنا اللي كسرينه بعد شوي اشيله قطع اسمه ابي يضرب راسي جاك الطق ايوه يعني انا الطق يقوم اسمعني ما عليه ما عليه حاضر حاضر ايش اسمه وش عطنا شيء عطنا اصحن زين اصحن هذا اهم شيء هو النظيف نحوس جمريه اهم شيء هو النظيف كل شيء نظيف طبعا اول ما طلع من النار لازم تضربه كذا عشان الرماد يطيح والتراب بعد يطيح طبعا لونه بيضه ما هي عجينه هي ما هي نيه لكن انه الطحين ابيض عشان كذا صاير لونه كذا يعني هي قوية يلا ما تنكسر يعني 100% لا 100% يا غزاء نفس ما تلقاه بأحسن الفنادق صح مو صح عد 100% نفس اتوقع كذا انا فت وبعد شوي على العسل بعد صراحة والله ولا بالأحلام ولا بالأحلام ما شاء الله تبارك الله على هالجمري اللي ما صار ما شاء الله تبارك الله طبعا ما يزين الا مع العسل وبالذات لا صار عسل ايش عسل نسيل عسل نسيل طبعا من الشركات الرائده واللي لها موثوقيه عاليه جدا عند زباينه افتح العسل عساف طبعا عندهم عروض جدا جدا طيبه وجباره طبعا العسل مفيد للصغار والكبار ما شاء الله تبارك الله شوف 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 صفات العسل طبعا عسل نسيل هو عسل ما هو مخلوط بحبة البركة بل النحل المتغذي على حبة البركة ما شاء الله تبارك الله عندهم عروض طيبة طبعا المتعامل معهم من أشهر ما شاء الله تبارك الله شغلهم طيب ولذيذ ورائع وسعرهم منافس اللي يبي عسل لا يأخذ إلا عسل نسيل طبعا عندهم ميزة جدا مميزة ركزوا معي
إذا تبين لك أن العسل ما هو أصلي 100% لك اللي تبي، أكثر من كذا تحدي ما فيه. لا طيب وإذا ما أعجبن، ما هو لأنه مو أصلي بس أنه ما أعجبن، تقدر ترجعه حتى لو أنت فاتحه. وش رأيك؟ صراحة يعني يتميزون بثقة عالية جدا جدا جدا. أما بالنسبة للعرض القوي اللي لا يفوتك، كم تشتري 3 علب من نسيل ب399 ريال شامل الضريبة والشحن. أما إذا تبيع علبة واحدة 169 ريال شامل الضريبة فقط. وعندهم جوائز وعندهم سحوبات على آيفونات وعندهم طالة عماركم على، راح ننزل لكم الصورة الآن وش عندهم من جوائز. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. ذوقوا يا عيال عطنا رأيكم. كيف يا فزاع؟ مشال مقرمش 100%. اكستا شكه.